شاهين قال له اوه قطيع. ايش يصير بهالماب؟ مع اني لحد الان اوه قطيع ثاني. لا انا لا 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 هلا هلا، شلون اخباركم؟ طبعا مصممين لعبة محاكاة صيد نزلوا ماب جديد من كم يوم، فاشتريته وحبيت اسوي عنه فيديو. طبعا الماب اذا اشتريته راح تحصل معه سلاح القوس بثلاث انواع، ثلاث اشكال. هذا اول شيء. ثاني شيء، في حيوانات جديدة منزلينها على الماب، مثل هذا الحيوان اللي ساعات تشوفوه، هذا اسرع حيوان مثل الغزال هذاك من شوي، هذا أسرع حيوان بالمنطقة الأمريكية الشمالية بظن إنه هيك. وفي كمان طائر التركي، طبعا أنا حاولت صيده لكن صعب صيده، صعب تشوفه، نادرا ما تشوفه، لكن بحاول الفيديو القادم إن شاء الله إني أنزل عنه. وهذا كل شيء. وطبعا لا، في شيء ثاني، طبعا الأشخاص اللي بيحبون إنهم يريدون يجمعون فلوس كتير فأنصحهم بهذا الماب، لانه بجد انا اول ما نزلت فورا شفت قطيعين حيوانات. طبعا مثل ما كنتم شايفين، هذا القطيع اساسا صرت اصطاده، هذا قطيع اول ما نزلت الباب، اول ما نزلت الماب شفته بوجهي فقررت اصطاده. طبعا حاليا راح اقطع هاي اللقطة واترككم مع اللقطة الاكثر اثارة، وهي اللقطة القطيعين اللي شفتهم، اكبر قطيعين اشوفهم بحياتي بهاي اللعبة. وأتمنى للجميع مشاهدة ممتعة. ايش هذاك اسمه؟ والله ما عاد اعرف ايش اسمه، لكن نجيبه الصيد. يعني هاي البارودة اقوى شيء، اي هاي اقوى بارودة عندي. ايش صار بي؟ راح يموت راح يموت راح يموت، بس ما كانت اصابة قاتلة جدا. 50%، 25% مات. هذاك ميت هناك. هذا طبعا انا بدي طائر التركي، بس عم بدور عليه بس ما بشوفه. امبارح شفت واحد بس كان بعيد كتير وكان بدي اصيده بالسهم. على كل حال، هاي اول ما دخلنا الباب حصلنا صيد منيح. هذا والله ايش اسمه، هذا كان مو جاموس، ايش اسمه والله نسيت. ايش نحن نصح له بالعربي؟ هذا هو مفتوح، يشرب قهوة ولا شاي. السلام عليكم، how are you feeling about this situation؟ الله اني اشفق عليك. على كل حال ناخذ 95 والله. اسمع شي، طيب كاش 743. هذا يعني ايش، سبرينج بوك جايبينه من السافانا وحاطينه هون. والله ما بعرف، احتمال يكونوا جايبينه من السافانا وحاطينه هون معانا هذا الماء. عشان هيك قال لك اوه قطيع. ايش يصير بهالماب؟ معني لحد الان اوه قطيع ثاني. لا انا لا 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 لا، تروح منه يا عم. صوبته والله حرامات. طيب خلينا نحط المارك، طول بالك دقيقة نحط المارك. ايش هاد؟ ايش ذاك هناك؟ ماكو اي شيء. هذا هو اسرع حيوان حسب ما يقول. مات مات، هذا مات هذا مات. طيب نشوف القطيع،
هذاك بعيد ولا قطيع؟ طيب الأول نروح نجيب هذا وبعدين نروح على هذاك. ايش ذاك هناك؟ ليفل 3، والله هذا ليفله كثير عالي. هذاك الحيوان ما أظن إنه صدناه، عشان هيك خلينا نضرب هذا برضو. أقوى سلاح عنا. والله السلاح بيض، ايش هذا جلده يا شباب؟ والله العظيم ما بعرف. لا والله مات، احتمال انه الاصابة ما تكون قاتلة، احتمال. موت يا ابن الحلال. ها 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 ايش يصير؟ هذاك مات هناك. هذا ليفل 3، ليفل 3. طيب خلينا نروح لهذا. والله متوتر متوتر. مثل ما تشوفون. طيب يا اخي ثبت السلاح، ايش صارت انفاسك خرا يعني؟ طيب لحظة، هناك القطيع كمان بدي بعد شوي نروح عليه. يا سرعته. هذا وين راح؟ مات يا إلهي، الصدمة فين؟ ايش يصير؟ طيب نحاول نضرب على القطيع برضو. هذا ليفل 2، ليفل 1 صغير. طيب حاليا هذا أكبر حيوان. طبعا هذا راح يموت. وهذا برضو أكيد راح يموت يا شباب. ما ظل عندي سخين. طيب عادي، هسه نروح نجيبه. حاليا نروح نحصل صيدنا هذا اللي هون اللي اخذناه من شوي. طيب هذا اول، هذا اسرع حيوان مثل ما يقولون. ذكر. والله حلو تقريبا. قربت والله شوي وكنت وصلت الجول 1045 يا شباب، والله شيء خرافي. طبعا نشيله وناخده. طبعا اكيد احنا صدنا ثلاث حيوانات من هذا النوع، ثلاثة حيوانات. خلينا نشوف هذا الثاني هون. والله ما بعرف، انا بظن ان هون عندنا. هناك عندنا لسه اللي يشبه الجاموس، مدري ايش اسمه. هذولاك الحيوانات الاثنين جنب بعضهم. طبعا ناخذ هذول الاثنين ونروح، لسه في واحد عندنا مثل هذا الحيوان السريع لسه ناخذه. ومثل ما تسمعون هذاك يصيح. سيلفر 59 كتير حلو. كمان برضو ذكر 1011، كله 1000 1000 1000. والله يا شباب اللي بده فلوس لازم يروح على هدول الحيوانات. سيلفر تقريبا، يلا قربنا على الجولد. كتير حلو. ذكر 900، اوه بيي يا الفلوس. طبعا نروح على اخر حيوان حصلناه من شوي هناك، وبعدين نروح لفوق. هيك نكون خلصنا مهمتنا الاسطورية. طبعا بعد ما ناخده راح نطلع لفوق على الهضبة. هضبة مو؟ ها؟ هذوليك ميتين؟ ميتين؟ 1102. جولد ذكر. جولد والله جولد. نعم، من اول كم محاولة.
طبعا هذول الحيوانات متوسطة الحجم، عشان هيك لازم تستخدم هذا السلاح. انا بنظري هذا افضل سلاح ممكن تصيد بيه. طبعا هذول هذا نوع باكج تشتريه من الستيم. هذا السلاح ما يجيك مع الخرائط اذا اشتريتها، طبعا مشان تعرف وما تروح تطور وتشتري الخرائط، ما راح يجيك مع الخرائط، هذا لازم تشتريه من موقع الستيم، من لعبة موفرته بالستيم لحاله، باكج لحاله. بالنسبة لهذا أقوى سلاح أنا عندي إياه، مو أقوى سلاح، في سلاح أقوى منه بس ذاك يتركب له رصاصتين للمدى القريب شوي، أما هذا للمدى البعيد وأربع رصاصات. طبعا هذا نوع السلاح هذا على ما أظن، إذا ما كنت غلطان، إذا اشتريت مابل سافانا راح يجيك معاه. إن شاء الله أكون في دماغك في الشرح. طبعا هذا ناخده 98 سيلفر، كتير حلو. شيلو ليفل 9 بي، قصدي كلاس 9 كلاس. ميل ذكر 122 سيلفر، وقربنا والله. طبعا لازم يكون لسه اكتر شوي حيوانات، اكتر صوت. انا لسه شوي اظن اني بالله جد. والله يعني رصاصتين خالص، يعني لازم تموت في ارضك ما تتحرك ابدا. ده انت واحد بن كلب. هذا من شوي اكل منه رصاصة، حرامات والله، روحنا رصاصات عليه على الفاضي. بس يلا 605 تقريبا، حق 10 رصاصات هالشي هذا اللي اعطانا اياه. هذاك واحد برضو. ابويييي الحيوانات، ايش صاير؟ ساعات بدي، لا لا المنظر كتير رهيب والله يا شباب. هناك برضو حيوانات. هناك شايفينهم. طبعا ناخذ هاد. 762 كثير حلو. شيلو حبي شيلو، مع انه اصابة ما كانت قاتلة. طبعا لنشوف احتمال يكون هون ولا هون لسه كم حيوان ضايع. نتأكد اخذين مفترق طريق. طبعا نشوف الحيوانات. لونه اسود. Wild turkeys are nothing like their domestic cousins. They're fast, agile, and can even fly short distances when spooked. You might not have much luck stalking these birds, so try using a turkey collar to get them to come to you. 60 متر تقريبا. طبعا هذا ليفل 3 كلاس 6، معناته بنستخدم الحجم المتوسط. ايش وين صار؟ هذاك هو. ايش صار؟ اويه اوه، ايش يصير؟ راح تخلص الطلقات؟ لا لا تقولها، راح تخلص الطلقات. عندنا لسه هذا السلاح. طبعا امان 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 شباب، يعني الشغله ما بدها لا صعوبه ولا شيء. طبعا الحيوان الحجم متوسط اكيد راح تستخدم هذا عليه، حجم متوسط هذا، حجم كبير مثل الموس، هذول المشوي القطيع الكبير، الحيوانات مثل الجواميس، هذول هذا دائما حجمه كبير تستخدم عليه السلاح القوي. الموس، الاسد، هذول الحيوانات يعني هيك يعني دبله عالي كثير. يا القطيع يا القطيع. لك ايه هدش فيهم هدول؟ اتوقع ايه هذا اول واحد، هذاك الثاني برضو. طيب راح نحاول نجيبهم من هون من هاي المسافة. اتوقع انه هالشي ينفع. ليفل واحد ليفل واحد ليفل واحد. هذا القدام هو يمكن ليفل عالي. وينه؟ طبعا والله هذا مبين عليه فحل، بس المشكلة انهم ما نعطيني. هذا لا يلعن ابو شرفك راحته. والله ما توقعت اني اقتلوه. مات.
وبجي سلاح والله، بس تجيب عصابة قاتلي ولا بعمره راح ينفوت من المنطلقة. طبعا نحط إشارة مشان ما نضيع المكان، ناخذ أول حيوان والثاني برو، هذا أهم شيء عشان ما ننساه. 1067، يا إلهي إيش هذا؟ اليوم راح نوصل النص مليون يا شباب، اليوم وصلنا نص مليون. 1054، يا إلهي إيش اللي يصير؟ طبعا لسه في حيوان هذاك صبناه لونه أسود، والله ما بعرف إذا صبته. هذا هو هون على ما أظن. إصابة قاتلة، إصابة قاتلة يا شباب. هسا نروح نجيبه بعدين نرجع على هذولك أعزائنا الكرام هناك. وين صار الساعة؟ وين صار؟ هناك هذاك هو. يا اخي والله خلاص راح اترك المرة تروحين، لانه صار عندي صيد كثير ما عاد الحق اشيل. 305 والله شوي وجولد، والله شوي وجولد اقسم بالله. اذا تلاحظون 335.50 341 هو الجولد، كثير حلو منظره والله اسود. ايش هذا؟ 1123، يا الهي وصلنا 415 هسه صرنا 416000. نروح ناخذ هذاك الصيد الوفير بتاعنا. والله لازم انا هون كان باني خيمة. اي والله تصدقون ما عنديش خيمة، نسيت اجيب معي خيمة يا حرام. بالعمود الفقري عشان هيك 715 كتير حلو، شيلو هذا برضو. 873. طيب ايش بدي اقول لكم يا شباب، حاليا هذا اشوفه افضل ماب لعبته، افضل ماب لعبته وحصلت منه صيد لعبة The Hunter Call of the Wild. عشان هيك اذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك، اللايك، وتفعيل زر الجرس. هاي ينادون علي، يحبوني كثير والله الشباب. طبعا اكيد راح اروح عليهم بعدين، حاليا راح نروح نريح. ليش هيك صغير كثير؟ كم متر؟ طبعا مثل ما قلت لكم اللايك. يا خلصنا، لحظة بس اشوف كم متر هاي. 405 متر والله، ليك عم شوفها والله شفتها يعني. طبعا على كل حال شباب، هذا كان كل شيء لهذا المقطع لليوم، اتمنى انه يكون عجبك. اشوفكم خير الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.